بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبائي في رسول الله، النهاردة بإذن الله هنتكلم عن موضوع من أخطر المواضيع اللي ظهرت في المجتمع الإسلامي عموما، وهو السحر. عافانا وعافاكم الله مما ينتج عنه بإذن الله تعالى. والله والله هو ألم شديد وعذاب لمن أصابه هذا السحر. حسبنا الله ونعم الوكيل في من أراد بالمسلمين سوءا. لكن في البداية أرجو منكم تفضلا أن تشتركوا في القناة. السحر في اللغة هو تصريف الشيء عن وجهه، وفي الشريعة الإسلامية بأنه مجموعة من العزائم والعقد تؤثر في القلب والبدن فيتسبب للشخص بالمرض. يعني من أراد أن يؤذي غيره عزم وعقد النية بأن يتسبب لهذا الشخص بالمرض والخصومة بين زوجه أو تفريقه عن زوجه. وقد ورد ذكر السحر في القرآن الكريم أكثر من مرة، ويحرم على كل مسلم أن يأتيه أو يتعلمه أو أن يأتي السحرة والمشعوذين أو يسمع منهم أو يتعلم منهم، ففي هذه مخالفة صريحة لتعليم الإسلام وأوامر الله تعالى، وتشرع الرقية لمن أصيب به. وقد أورد العلماء في مصنفاتهم آيات فك السحر الذي وردت في القرآن الكريم. آيات فك السحر سبحانه وتعالى أنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. رب العالمين ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء. سبحان الله العظيم، أنزل الله تعالى القرآن الكريم فيه شفاء للناس وهداية لهم من الضلال، ومن الناس من ابتلاه الله فسلط عليه عدو فسحره. عفاكم وعفانا رب العالمين من هذه اللعنة. وهناك طرق مشروعة للعلاج مما نفع الله تعالى بها العباد، ومنها أن يقرأ المريض الرقية الشرعية بآيات الله تعالى والأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. آيات فك السحر السحر ينتج عنه الصداع، ألم في البطن، عزلة الإنسان، اكتئاب الإنسان، شرود الإنسان، ينتج عنه أشياء مخيفة، أشياء بشعة. عافاكم وعافانا الله منها، وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من أراد بالمسلمين سوء. آيات فك السحر، فاتحة الكتاب، آية الكرسي، سورة الإخلاص والمعوذتين، قوله تعالى وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم، فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. قوله تعالى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. الله أكبر الله أكبر. آيات فك السحر، تقولون هذه الآيات وأنتم موقنون بالإجابة بإذن الله. وأما إذا وجد السحر فيتم فك عقده وقراءة آيات فك السحر فيشفى المريض بإذن الله. لقدر الله وجدنا الشيء المسحور، نقرأ عليه آيات التي قرأتها من قبل فيشفى المريض بإذن الله وينفك السحر. وهناك
وهناك علاج أورده عدد من العلماء في كتبهم، وهو أن يؤتى بسبع ورقات من شجرة السدر، سبع ورقات من شجرة السدر الأخضر، فتدق يعني نطحنها وتوضع في ماء مقروء عليه الرقية الشرعية، ثم يشرب منه المريض 3 أيام ويغتسل منه المسحور فيشفى بإذن الله، فيشفى بإذن الله. وأما عن إتيان السحرة يعني الذهاب إلى السحر والمشعوذين من أجل إيجاد السحر، فهو طريق محرم 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 وغير مشروع، ولا يجوز للمسلم أن يأتي، يعني عافاكم الله لا يجوز شرعا أن نذهب إلى السحرة، وعلى المسلم أن يدعو الله تعالى بنية صادقة بأن يشفيه ويرفع عنه البلاء. في الأول وفي الآخر أحبائي في رسول الله، الشافي هو الله، الشافي هو الله. حتى ونحن نقرأ الرقية الشرعية نقولها ونحن نعلم أن الرقية الشرعية لن تشفينا إلا بإذن الله. شروط الرقية الشرعية، شروط الرقية الشرعية وجوب اشتمالها، أن تكون الرقية الشرعية بكلام الله وصفاته، آيات الله وصفاته، كلام الله وصفاته، الاعتقاد الجازم بأن النافع والشافي والضار هو الله تعالى، الاستشفاء بالقرآن الكريم وجبت معه النية، يعني نقرأ القرآن الكريم قبل هذا تسبقه النية بأن الشافي هو الله، الشافي هو الله، نعقد النية الخالصة بأن البأس والضر والنفع لا يزول إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد تم ذكر آيات فك السحر، وهذه بعض الأحاديث التي تشرع قراءتها عند الرقية. عندما نقرأ الآيات التي ذكرتها بإذن الله نقول هذه: إن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتكيت يا محمد؟ قال: نعم. يعني أنت مريض يا محمد؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس وعين حاسدة، وعين الله يشفيك، بسم الله أرقيك. تاني: إن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتكيت يا محمد؟ أمريض يا محمد؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيق من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس وعين، الله يشفيك، بسم الله أرقيق. عن عثمان بن العاص إنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجع في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله 3، وقل 7 مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. تاني أحبائي في رسول الله، شكى عثمان بن العاص وجعا إلى رسول الله، فقال له: ضع يدك على مكان ألمك وقل بسم الله 3، وقل 7 مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منه إنسان مسح بيمينه ثم قال: اذهب البأس رب الناس واشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم بعد عنا المرض، اللهم بعد عنا السحرة، اللهم جنبنا السحرة، اللهم قنا شر السحرة المؤذيين يا رب العالمين، اللهم عافنا منهم يا رب العالمين، اللهم اكفنا شرهم يا رب العالمين، اللهم احفظنا بحفظك، اللهم احفظنا بحفظك، اللهم احفظنا بحفظك، تحصنا باسمك العظيم، تحصنا باسمك العظيم، تحصنا باسمك العظيم ووجهك الكريم، تحصنا باسمك العظيم ووجهك الكريم، تحصنا باسمك العظيم ووجهك الكريم، أن تشفينا شفاء لا يغادر سقما يا أرحم الراحمين. اللهم بعد عنا المؤذيين، الكارهين، الحاقدين، الحاسدين،
الناقمين المغلين يا رب العالمين، بحق لا إله إلا الله وبحق سيدنا رسول الله. شكرا لكم أحبابي في رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.